السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. بالتنسيق بين العراق والسعودية خطط متكاملة لتفويج ونقل الحجاج من الديار المقدسة. جريمة حرق القرآن، إساءة للإسلام والإنسان، ودعوات لوقف عمليات الاستفزاز. حياكم الله. في موسم سنوي يعاد كل عام على المسلمين، مكة المكرمة استقبلت آلاف المسلمين كل حدب وصوب. موسم عبادي يمر بخطط وجهوزية عالية من قبل الجهات المعنية سواء في المملكة السعودية أو العراق، بين نقل قوافل الحجاج، تأمين الاحتياجات الضرورية، إضافة إلى التنسيق المسبق لاستقبالهم وعودتهم. فبعثة الحج العراقية ووزارة النقل وضعت الخطط ووفرت وسائل النقل المريحة لاستقبال الحجاج أثناء عودتهم من الحج، ووضع الآليات لتنفيذ تلك الخطط اللي تسهل نقلهم بالتفويج العكسي من السعودية إلى العراق. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة، فإن الإساءة للكتب السماوية ما هي إلا مصداق للعدوانية ونشر الكراهية، وتتعارض مع القيم الأصيلة لحقوق الإنسان. فرغم أن المجتمعات البشرية قطعت أميال ومسافات زمنية في مغادرة نصوص العنصرية واتجهت صوب التكامل في الحياة، لا يزال من هو ضال والمشبع بالأحقاد يعمل على دق الإسفين بين مشتركات أساسية ويستخف بمشاعر أمة مليارية. وأمام هذه التطاولات الصارخة على المقدسات لابد من موقف موازن في المحافل الدولية يتناسب مع فداحة الجريمة. هذين الملفين راح نتابعهم من حصادنا لهذه الليلة مشاهدي الأحبة، تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. آلاف الحجاج العراقيين الذين تعهدت بهم هيئة الحج والعمرة العراقية، حيث وضعت الخطط بإشراف وزارة النقل وتنسيق بين الجهات المعنية في السعودية من أجل نقلهم إلى الديار المقدسة بسلام، وكذلك توفير وسائل النقل لحين عودتهم إلى البلد. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا الملف ونناقشه مع ضيوفنا الكرام بعد أن نشاهد التقرير الآتي. من كل فج عميق تفيض مكة المكرمة بوفود الحجاج الذي بلغ عددهم ما يقارب 1,800,000 حاج بحسب إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، قاصدين من أكثر من 160 دولة، بالوقت الذي أعلنت فيه بعثة الحج العراقية عن نجاح عملية تفويج الحجاج العراقيين لأكثر من 60 حافلة برا وجوا دون تسجيل أي حوادث أو معرقلات، ساعية إلى تذليل الصعاب في نقل القاصدين إلى حج بيت الله الحرام، إضافة إلى مشاركة الحشد الشعبي بنقل ما يقارب 120 حاجا من ذوي الشهداء وجرح الحشد. أما الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج يؤثمنها رئيس بعثة الحج العراقية من خلال حرصها على إزالة الصعاب على بعثات الحج الإسلامية وتوفير الاحتياجات اللازمة للحجاج خلال موسم الحج ومتابعة شؤونهم وإجراء اللازم في حال حدوث أمر يستدعي التدخل الفوري من خلال الاستعدادات والجهوزية التامة التي أعلن عنها. فخطط نقل الحجاج وتوفير الخدمات لهم جاءت بالتنسيق مع هيئة الحج والعمرة وكذلك سلطتي الطيران العراقية والسعودية من أجل تسهيل إجراءات نقلهم، إضافة إلى وضع خطط متكاملة للعودة من الديار المقدسة حين إكمالهم مراسم الحج. نهى الشمري، الأيام. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريم القيادي في الحشد الشعبي الحاج ابو ضياء الصغير. اهلا بك حاج، كل عام وانت بألف خير ان شاء الله، عيد اضحى مبارك على حضرتك وعلى الجميع ان شاء الله. واسال جنابك عن ان لابد وان لكم اطلاع وتواصل مع
بعثة الحج العراقية، ونسأل عن مؤشرات هذا العام اللي تدل على خدمات نوعية قدمت لضيوف الرحمن لدرجة أنها فاقت العديد من الدول حسب ما كان هنالك رصدا إعلاميا لدينا. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله يومكم وجعلها الله كلها خير وبركة، ولا يريكم أي مكروه، والأمن والأمان لشعبنا وراحة البال إن شاء الله. طبعا حجاج بيت الله الحرام الحمد لله والشكر تقريبا أكثر الأعمال خلصت اليوم بالذات، تقريبا أو باكر تخلص الأعمال. لحد الآن أي مؤشرات يعني غير جيدة، كمثال لا سمح الله كل سنة يصير حوادث، هالسنة الحمد لله بشكل تام، تقريبا حوادث نادرة أن تكون سوى بعض الوفيات للأسف الشديد، وهي حالة طبيعية، رجال يعني أعمارهم كبيرة أو نساء أعمارهم كبيرة بالعمر أو مشاكل صحية. وفيات إلى سبعة وأكثر من سبعة لحد اليوم كانت سبعة، والحمد لله على كل حال. حج القوافل العراقية والأخوان الأعزاء في هيئة الحج منذ سنوات بدأت في تغيير الخطط لها، وكانت ناجحة وبشكل جيد جدا. وصلت للأسف الشديد وأيام الطاغية صدام وحتى بعد السقوط لعدة سنوات تقريبا وليس كثيرا، كانت الأكل والمسكن بإشكالات كبيرة جدا وغير جيدة، ويعني ما مرتاحين بها. منذ عدة سنوات هذه السنوات الأخيرة تتميز بعثة الحج العراقية ب يعني أماكن جيدة جدا، درجة أولى أكل، درجة أولى التفويج والذهاب والإياب، كلها جيدة جيدة جدا، ليس تقريبا. ويمكن العام الأول العام أتذكر النسبة كانت في الوطن العربي العراق أولا وفي العالم ثالثا، وهذه نسبة كبيرة جدا طبعا، نسبة إلى بعض الدول اللي عدة تجارب كبيرة وحكومات ثابتة ووضع خاص. للأسف احنا كنا في حقبة صدام، وتدري في تلك السنين والمآسي التي كان يمر بها شعبنا أثرت على كثير من القضايا. البعثة هذه السنة لم نسمع شكاوي، قد يكون بعض الشكاوي وهي حالة طبيعية ليس بالتأكيد. تدري سبحان الله أيام الحاج بحدود هسه تقريبا يمكن 1,800,000 أو 700,000 800,000 الصوت عنت السعودية عدا حجها، فتستقبلهم خلال شهر أكثر أقل، بها مشاكل. وبالرغم من خبرة الحكومة السعودية كالسعودية طوال عشرات السنين أو أكثر، هي مسؤول عن برنامج وخاص الفلان الساعة الفلانية أو اليوم الفلاني في كثير من المواضع، مش يعني مبينة وما يحتاج لها، بس يقعون بإشكالات كبيرة جدا. استطاع الحمد لله أخواننا في البعثة العراقية نجاح تام في جميع المجالات. حتى هذا النجاح لمن نعزوه حاجة، يعني هل يمكن اعتباره هو ثمرة جهد التعاون بين الجانبين العراقي والسعودي، واللي حضرتك نوهت أنه اختلف عن السنوات السابقة؟ نعم أكيد، ماكو شيء ينجح إذا ما تصير عدة عوامل مشتركة، من يمسك الأرض ومن يمسك يعني قلت يقول المواد أو الغراض، وهو نفس السائح أو الحاج اللي رايح، إذا ما يصير تعاون تام، خلينا نقول مثلا السعودية والعراق، إذا ما يصير تعاون تام بيناتهم الحاج ما يقدر يمشي. نفس الوقت الحاج هم مطلوب منه بعض القضايا أن يراعيها، ثقافية أو التزام بالقرارات، وأكيد التنسيق التام والعالي اللي موجود خلى البعثة العراقية تنجح وبنجاح كبير والحمد لله. طيب نتحدث عن الجزئية اللي تخص هيئة الحج الشعبي. الحشد اتفق منذ سنوات مع هيئة الحج والعمرة على مقاعد مخصصة لعوائل شهداء الحشد الشعبي، وهناك تواصل وتفقد مستمر بين مؤسسة الحشد وحجاج بيت الله الحرام مع العوائل الشهداء، وإن كان أنه يعني هذا أقل ما يقدم لعوائل الشهداء اللي ضحت ما ضحت بأبنائها. هل يمكن اعتبار ذلك رسالة اهتمام وتقدير يعني استثنائية وعرفان للدماء الزاكية التي سالت تطهير العراق؟ أكيد لابد أن نشكر منظمة الحج على هذه
المبادرة أو الخطة أو أي شيء يسميه. احنا كل سنة الحمد لله اكو مجموعة كبيرة من حجاج بيت الله الحرام من عوائل الشهداء تذهب إلى مكة، ومنذ سنوات يعني بقيادة القائد أبو مهدي كان يرأس هذه التشكيل أو تشكيل اللجنة الخاصة بالحاج أو بإشراف تام من عنده وبمشاركة في توديعهم واستقبالهم، والكل يشهد عليه حتى في التمارين التي كانت توضع قبل استشهاده بعدة أشهر هو كان موجود يعني وشاهد في كربلاء وفي بغداد، يعني وضعت مجسمات تشبيهية لبيت الله الحرام ولكي تساعد العراقيين أو الحاج لكي تساعده ليذهب هناك يتفاجأ على غفلة فت قضايا ما شايفها مبهو يعني يبهته فت حالة الإنسان اللي مرايح الله يقسم لكم إياه إن شاء الله تروح من يشوفها يبهت به هذا بيت الله الحرام، هذا مثلا الصفا والمروة، هذا جبل عرفات، فكانوا يسوه. فكان أبو مهدي يعني باتصال مباشر وتام منذ تلك السنين، فاستمرت اللجنة المباركة للحاج وبالتعاون التام طبعا مع منظمة الحاج يعني هيئة الحجد الشعبي أو لجنة هيئة الحجد الشعبي، تنسيق تام مع منظمة الحاج. والحمد لله يعني لحد تقريبا يعني كل سنة أكو مجموعة كبيرة تروح من عوائل الشهداء بالإضافة إلى الجزء البسيط من جرحانا طبعا في هذه الحالة. يعني هل هنالك يعني هذه الجرحى والمصابين قد نصيبهم من هذه المقاعد، وهل هنالك مساعي للتنسيق بشكل أكثر بين الهيئتين هيئة الحشد وهيئة الحج حول زيادة عدد مقاعد ذوي الشهداء؟ طبعا هي كل سنة يعني أكو مساعي كبيرة جدا، خلينا نكون صريحين لأن هي الرقم المطيل للعراق شوية قليل نسبة الأولى للمسجلين، نسبة لكبار السن، نسبة لسنوات العراقيين للأسف الشديد كانوا محرومين فمن ضمنهم الحاج، فطبعا شوية شوية نسبة إلى وصل إلى فد شيء معقول منطق. طبعا نتمنى أكثر بس ما نقول يعني هذا، بس نتمنى أكثر، ولكن الحمد لله لحد هذه الفترة هذه النسب جيدة و نشكر الله على هذه. طبعا كل سنة نسعى أكثر وأكثر، بس مرات بديهم مرات يعني ترهم مرات ما ترهم. طيب الحشد الشعبي أيضا إلى دور فعال في جانب آخر وهو تأمين الطرق البرية اللي تسلكها قوافل الحجاج متجهة للديار المقدسة، وهنالك يعني استعدادات تامة لعملية التفويج العكسي لرجوع حجاجنا بالسلامة إن شاء الله. هذه المهام تطلع بها هيئة الحشد الشعبي، هل نجحت عفوا بدءا عملية إيفاد الحجاج، وبالتالي ما الخطة التي أعدت لاستقبالهم؟ طبعا الحجاج ذهابهم إلى المملكة العربية السعودية عن طريق الجو والبر، أما الجو في الخطوط العراقية ومطارات بغداد والنجف والبصرة تشهد في هذه الحال. السنة ما أتذكر الموصل كانت لولا أصور العام كانت الموصل ما أتذكر بالضبط كمطار يعني، بس على الأقل النجف وبغداد والبصرة البصرة. أما الطريق البري هو طريق واحد هو اللي نسميه طريق عرعر، فهذا منذ البداية إلى الآن هو تحت حماية الحجز الشعبي وتأمين الحجز الشعبي. والحجز الشعبي يبدأ بخطته قبل المناسك أو التفويج اللي نسميه بعدة أشهر، الاستعدادات والخطط تضع لحمايتي وتأميني، حتى طبعا تعاون هم يصير به تعاون مع بقية دوائر الدولة كالتبليط والإشارات المرورية والتنسيق التام مع وزارة الداخلية في خروج ودخول الحجاج ذهابا وإيابا. طبعا هم نفس الحالة أكيد استعدادات كبيرة جدا موجودة واستعدادات مستمرة لاستقبال الزوار إن شاء الله في الأيام القادمة. يعني لا ينكر دور الحشد الشعبي اللي أحدث يعني فارق في حماية هذا الطريق من الناحية الأمنية، وأيضا نتساءل عن الخدمات اللوجستية اللي قدمت على امتداد هذا الطريق. خدمات اللوجستية مثل شون حالة يعني الهندسة نسميها الهندسة، أكو سيارات تعطل بالطريق، أكو مشاكل هي للسيارات بصفة عامة طبعا، أو استبدال سيارة في سيارة من هذه المشاكل طبعا متواجد وصادق، بس عندي معلومات أنه أكو بين نقطة ونقطة مسافات
للاستراحة وكذلك للقضايا الفنية للسيارة. ما أسب عنوان يعطى الفتشي أو قلت يقول بنشر أو تبديل بعض القطع الغيار هم موجودة. دور الحج الشعبي لم ينتهي عند تأمين هذه الطرق للحجاج ولن ينتهي إن شاء الله، وباقي بهذه المسارات من العطاء أيضا حول تأمين المراقد المقدسة وزياراتها أثناء فترة عيد الأضحى المبارك، أيضا تأمين المحيط سواء العاصمة بغداد أو في المدن التي تشهد وضع أمن هش. طبعا هاي المسألة في المسألة المهمة ذكرتها، قد يكون للزائر من يجي للزيارة يجوز يشوف له سيطرة أو أفراد من حجز الشعبي بس من ناحية خدمات أو أمن أو تسهيل أمور المواطنين. أكو جهة خاصة أو قوة خاصة هاي خارج المحافظة، خارج نطاق نظر يعني، أقول يعني على العين ما تشوفها، هاي شغلها أكثر ما في الداخل. تدري الاستخبارات تشتغل وتفتيش وترتيب ومراقبة وتأمين، وخصوصا في بعض مناطق في أطراف بغداد حتى في أطراف كربلاء والنجف هم نفس الحالة. احنا الحمد لله والشكر زياراتنا أكثرها كربلاء ثم النجف ثم بغداد، حتى سامراء الإمامين العسكريين سلام الله عليهم، هذه المناطق لابد أن يتواجد الحشد الشعبي بها ناحية أمانة وتأمين يعني المنطقة، لمعرفتهم ولخبرتهم في هذه المناطق أصبحت لدينا خبرة كبيرة جدا في تأمين أي مناسبة كانت، أي مناسبة. حتى الحشد الشعبي عندما تبدأ مسيرة كربلاء مسيرة الإمام الحسين في الأربعين يبدأ الحشد الشعبي من آخر نقطة في العراق من رأس البيشة إلى كربلاء، في كل المناطق متواجد. طبعا من هاي الجهة من نفس العالم من الموصل ومن كركوك ومن الديالة هم موجود الحجز الشعبي في كل المناطق متواجد لتأمين زوارنا اللي هم أهلنا، وهذا واجبنا طبعا. إذن أصبح هو الأمر مرتبط بهذه المناسبات الدينية والمتغيرات المحسوبة أو غير المحسوبة. يعني هسه بعد يعني عيد الأضحى المبارك راح يكون أيضا أكيد استعدادات عيد الغدير الأغر، ومن بعدها لمراسم عاشوراء شهر محرم الحرام. طبعا أيام عيد الغدير في محافظة النجف بدأت الاستعدادات الحجدية والحمد لله وشكرا. طبعا لا نظلم البقية، الكل مشاركة ولكن نحن نتكلم عن حجدنا متواجدين بكل قوة، وأكيد جهود مباركة إن شاء الله مراسم أيام محرم وصفر. طبعا هاي يجوز في كل العراق محرم وصفر، يعني في نفس المحافظات أكو مراسم وأكو شعارات تقام، فأكيد يعني لهم دور في تأمينها وتمام. جهود مباركة الحاج أبو ضياء الصغير القيادي في الحشد الشعبي ضيفا كريما في الاستوديو، حدثتنا عن موضوع تفويج الحجاج عكسيا. شكرا جزيلا انضمامك معنا مشاهدي الأحبة، نتواصل وإياكم بعد الفاصل نتابع. مجددا حياكم الله مشاهدي الاحبه في هذا الملف، ارحب بضيفي الكريم فضيله الشيخ عامر البياتي المتحدث باسم دار الافتاء العراقيه. حياكم الله فضيله الشيخ، نتحدث وقبلها كل عام وانتم بخير بمناسبه عيد الاضحى المبارك، ونتحدث عن الردود التي لا تزال تتوالى في المجتمعات الاسلاميه والعراقيه بشكل خاص الرافضه للاعتداء على المقدسات الاسلاميه، مما يدل هذا الاجماع على اتساع رقعه الاحتجاج على اهتمام العالم بهذه القدسيه التي تخترق في هذه الدوله السويد. اقول وبالله التوفيق، الحمد لله حمدا كثيرا كما امر، واشكره وهو الكفيل بالزياده لمن شكر، واصلي واسلم على سيدنا محمد سيد الخلائق والبشر
ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. أما بعد، الباري عز وجل قال في محكم كتابه الكريم: إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. بل هو كلام الحق الذي نزل من سابع سماء على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن دستورا للمسلمين فقط، بل هو دستور للإنسانية بأجمعها. لا تزال ردود الأفعال في الشارع العربي والإسلامي بالتضاد مع هذا الفعل المشؤوم، وفعل صدر من رعديد أراد بظنه أن يهين الإسلام والمسلمين، ولكنه سيهين نفسه بادئ ذي بدء. الشارع العربي محتقن الآن، وهذه الردود التي حصلت في الشارع العربي والإسلامي وخاصة في العراق، في العراق له مكانته هذا الرد، لكن الله تبارك وتعالى أمرنا أن ندافع عن هذا الكتاب وعن هذه المقدسات. ولا خير في امرئ يؤمن ولا يدافع عن إيمانه، فإننا بفضل الباري عز وجل مؤمنون بأن هذا الكتاب هو كتابا مقدسا وخطا أحمرا بينه وبين من أراد أن يعتدي وأراد أن يسيء. ولكن مع الأسف الحكومة السويدية التي تساند هذه الأفعال، وبالمقابل هي تساند المثليين، تساند المثليين وتمنحهم حرية التصرف. واليوم رئيس الوزراء يقول هذا العمل هو مكفول قانونا، رئيس الوزراء السويدي يقول هذا العمل مكفول قانونا ولا شائبة قانونية عليه. هل أصبح الاعتداء على المقدسات قانونا يضعه البشر؟ ومن الذي وضع هذا القانون؟ بالمقابل قانون دولي يتحدث عن ازدراء الأديان. القانون الدولي يمنع، وروسيا الاتحادية الآن هي دولة من دول الإلحاد، عندها في المادة 288 تقدر وتقيم الكتب السماوية المقدسة وتضعها موضع الاحترام والتقدير، ويأتي هذا الرعديد وإن كان عراقيا ولكنه هاجر وكان عليه حكما سابقا بثلاث سنوات، سجن في سجن بادوش ومن ثم أخرج لحادثة دهز قام بها. وهذا الرجل لم يمثل المسيحيين قط، لا، هذا يمثل الفكر التطرفي الذي يحمله فكرا متطرفا. البارحة كان أحد القساوسة بالعراق اللي هو القس ساكو رئيس الكاردينال، هو تكلم بكلام طيب وعبر عن ما يجول في خواطر جميع المسيحيين أن هذا الكتاب مقدس ولا يمكن الإساءة إليه، ولا يمكن الإساءة إلا من أراد أن يسيء إلى نفسه بادئ ذي بدء. وهذه الإساءة هي إساءة بمثابة تحدي لمشاعر المسلمين، تحدي لمشاعر 1.7 مليار مسلم. أين هذا العقل؟ أين ذهب عقلك؟ أين ذهب تفكيرك؟ إن هذا التصرف هو تصرف مشين ويجب أن يدان، ولكن الدول لا تزال متأخرة، الحكومات متأخرة. الخارجية العراقية في بيان مقتضب، وهذا البيان أشارت إلى فتح تحقيق في المسألة، والقضاء العراقي أصدر أمر قبض على هذا الرجل، ولكن تحميه دولة السويد، مملكة السويد هي التي تحميه. ولكن إلى متى يكون هذا الاستفزاز لمشاعر المسلمين والتحدي للمسلمين؟ لأن المسلمين بحد ذاتهم يجلون كتاب الله تبارك وتعالى، ويجلون ويحترمون ما كان نازلا من السماء. والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نحترم كل الأنبياء،
لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن علينا أن نتخذ الإجراءات اللازمة، وبيان دار الإفتاء العراقية، الأمانة العامة في دار الإفتاء العراقية أصدرت بيانا بهذا الصدد وأدانت هذا الفعل الشنيع، وطالبت الحكومة العراقية بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والاقتصادية مع السويد ردا على فعلة هذا الرعديد الذي أراد بالإسلام والمسلمين، وأراد أن يشحن الشارع العربي والمسلم والإنساني كذلك. الآن حتى من غير الديانة الإسلامية هم أدانوا هذا الفعل، وحتى من الديانات الأخرى، وحتى من الأديان الأرضية اللي موجودة، مثلا البوذيين البارحة انتقدوا هذا الإجراء. طيب لماذا نحن كمسلمين؟ أين هي التصرفات الدول؟ بأن هذا التصرف ليس الأول من نوعه في هذا. لا، هذا مستعد الترحابي سابقا. نعم. سابقا سابقا. نعم. هذا الفعل موجود. اسمح لي وحرق في عدة دول. نعم. أرحب بضيف الكريم، ضيفا كريم في الاستوديو، الدكتور صالح العلوي الباحث الإسلامي، حياك الله دكتور وكل عام أنتم بخير. نتحدث عن تكرار هذا الفعل من قبل البلدان الغربية بصورة عامة والسويد بصورة خاصة، هل تريد من هذا التكرار إسقاط جميع الخطوط الحمراء التي تحدث عنها فضيلة الشيخ عامر البياتي، لتصل إلى الدرجة اللي يكون فيها هذا الفعل هو فعل عادي ومباح ولا يترتب عليه أي ردة فعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين. أحييكم وعيد مبارك عليكم جميعا، ونحن في هذه الأيام المباركات يفاجئ العالم، بل لم يفاجئ لأن سبق أن ظهرت مثل هذه الحالات في السويد حصرا، و المجتمع الغربي بشكل عام متفاوت في بلدانه، لكن السويد تكرر فيها التجاوز على رموز ومقدسات إسلامية، وآخرها هو التجرؤ الشنيع بحرق المصحف الشريف، ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه وهو عنوان المسلمين ورسالة السماء إلى الأرض. هذا الفعل في إطار التعبير عن الرأي كما يقولون. لا، ليس ذلك تعبير عن الرأي، إنما التعبير عن الرأي الذي لا يسبب نوعا من الفتن ونوعا من الإثارة والحساسية بين الطوائف والمجتمعات المتعايشة. هذا ليس تعبيرا عن الرأي، وإن كانوا يسوغونه دائما بهذا الشكل. أعتقد أن قافلة الإسلام تسير مطمئنة، وهم يعرفون أن يوميا الكثير من الغربيين من العلماء والمفكرين ينتظمون في ركب هذه الرسالة السمحاء، وإن كانوا يتصورون أن داعش وبعض الإرهاب عبر التاريخ أو ما يثار من سبب في تهجير بعض الناس هو سببه القرآن أو الإسلام، ذلك خطأ. إذن فنحن نحتاج إلى تفسير مثل هذه الحالات. الانتقام من القرآن ليس مبررا أن يكون انتقام من بعض الذين يسيئون إلى المسلمين وإلى المهاجرين. كان علينا دائما أن نكون واثقين كما هو الإسلام، لأن القرآن الكريم صمد عبر قرون من التاريخ أمام هجمات ماسونية وصهيونية وهجمات صليبية، ولا نقول مسيحية أو نصرانية. هذه الهجمات استهدفت مضمون القرآن، لأن قوة المسلمين في هذا الكتاب الذي هو بين دفتيه شرائع راقية وسامية، طالما حملت الحضارة إلى الغرب وحملت وحدة الكلمة وحملت روح التوحيد. إذن فنحن لابد من وقفة قوية، ولكن بنفس الوقت لابد من وقفة لمراجعة النفس، ولابد من معرفة لما يحاولون الانتقام
من المسلمين بالقرآن. هذه المراجعة. ذلك ليس سببا ولا مبررا، وإنما علينا أيضا أن ننظر إلى أن الإسلام يزداد زهوا ويزداد قوة، وأن المسلمين يتكاثرون، ونشهد هذا اليوم حجيجا واجتماع الأبدان في زمان ومكان واحد يدل على قوة المسلمين، ويدل على أن الإسلام يستقطب الكثير ممن سأموا تلك الحضارة المادية وسمعوا الخروج على الفطرة البشرية، ذلك أنهم يحافظون على المثلية ويعاقبون من يحرق علم المثلية، ولكن لا يعاقبون ولا يقفون أمام التجرؤ على حرق القرآن الكريم. فضيلة الشيخ، يعني هو هذا الفعل كان بترخيص قانوني، والغريب بالأمر، وهنا أنا أخذ الموضوع من جنبة إعلامية، أنه تم الإعلان بأنه راح يقام في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية هذه الممارسة، ويعني الموضوع هو ليس ردة فعل عفوية غير مدروسة، صارت يعني حالة لربما نقول أنه ما تسلط عليها ضوء، لا، هو هنالك إعلان وإصرار، ويعني إصرار على ارتكاب هذا الفعل، تخطيط مسبق مع الإصرار على الفعل المشين. طيب، لما يكون هنالك أكو دعم حكومي وأكو غطاء قانوني لهذه الممارسات في بلدان الغرب، هل كشفت بذرة النظام العالمي الجديد اللي يراد إليه النمو والتمدد في ظل كل هذه التطورات اللي تشهدها كل مناطق العالم؟ أقول بالله التوفيق، مع الأسف الشديد كشفت هذه القوة عن أنيابها، عن أنيابها الغدارة في جسد الإسلام والمسلمين، ولكننا واثقون كل الثقة أن الإسلام ازداد قوة، وأن المسلمين ازدادوا قوة من خلال الدفاع عن مقدساتهم، وأولى هذه المقدسات وأعلى أعلامها رفعة هو كتاب الله تبارك وتعالى. إذن هذا العمل المشين هو خطط له، واللوبي الصهيوني يتحمل المسؤولية كاملة عن هذه الأفعال، والتخطيط الصهيوني العالمي الذي جاء بهذا الرجل وانتقل من الديانة المسيحية إلى الإلحاد، وهذا باعترافه أنه هو انتقل ملحدا، ولكن هذا الإلحاد هل يبرر له أن يكون في هذا المكان، أن يكون في هذا الفعل الشنيع؟ إذن هذا الفعل الشنيع مردود، ولكنهم أفصحوا عن نياتهم الخبيثة، وأفصحوا عن أهدافهم المشينة التي يريدون به الإساءة للإسلام والمسلمين، وهذا هو جس نبض للشارع المسلم. هذا بحد ذاته العمل جس نبض الشارع المسلم، ماذا سيفعل المسلمون؟ ماذا سيتخذون قرارات؟ البارحة كان صدور، وكما أسلفت، صدور بيان من دار الإفتاء العراقية، طالبت الحكومة العراقية، دار الإفتاء العراقية طالبت الحكومة العراقية بقطع الدبلوماسية، قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والاقتصادية، وطرد السفير السويدي في العراق لهذا الفعل المشين. ولكننا علينا أن نتخذ الإجراءات القانونية التي تحمي مشاعر المسلمين، ليس فقط أن يحمي مصالحهم فقط، وإنما علينا أن نتخذ القرارات التي تحمي مشاعر المسلمين، لأن هذا الرجل استفز وأراد أن يجعل الوقيعة بين المسلمين وبين غير المسلمين وبين أفراد المجتمع الإنساني حتى، وليس بين الديانات والشرائع الإسلامية أو الشرائع السماوية، ولكن الله تبارك وتعالى كان وسيكون له بالمرصاد، والله تبارك وتعالى غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دكتور، يعني هذا الفعل لما يكون بترخيص قانوني، هنا نسأل عن قضية جدا مهمة، يعني هل تحتاج هذه الدول إلى أن تراجع تشريعاتها اللي يعني هنالك قوانين شرعت حول عقوبة المس والازدراء بالأديان، ولا تعلق على شماعة الحريات أبدا كما حدث في هذه الحادثة؟ هل نحن بحاجة إلى حوار بين الشرق والغرب يؤطر هذه الحريات بمعناها العقلاني، بعد أن كنا نتحاور في داخل المجتمع الواحد داخل الأمة الإسلامية؟ هل نحن بحاجة إلى فتح حوارات بين الشرق والغرب في هذه المرحلة؟
بالتأكيد أن ما يسمى بحوار الحضارات في الحقيقة اليوم هو صراع الحضارات. يوم كانت الحضارة الإسلامية غالبة كان الغرب يغطو في ظلام وسبات، لكن اليوم تصوروا أن الحضارة المادية وأن التطور الصناعي والتكنولوجي والتقني والذكاء الاصطناعي هو مدعاة للازدراء بالبشرية وأفكارها وكتبها ومعتقداتها. وأعتقد أن الحضارة المادية بسبب تركها البعد الروحي واعتمادها على ما يسمى بحرية التعبير والميل إلى الفوضى ما عدا السلوكيات الأخرى، هم يتجهون إلى الهاوية، وتبقى سفينة الإسلام هي المنجى والمأوى. ويدركون أن شعوبا في أوروبا ما أن تتفهم الإسلام وتعرف حقيقته وجوهر أخلاقه ونبل وسمو سلوكياته حتى يأتوا إلى الإسلام من كل حدب وصوب. هم الآن يشوهون الإسلام ويقولون هكذا يحرق الكتاب لأنه يمثل داعش، وأن داعش تأخذ من القرآن، وأن المهجرين ومنهم هذا سأموا الإسلام وتعرضوا إلى ما تعرضوا من انتهاكات. هذه حجج واهية، ولا يستطيعون أن يقولوا للناس الذين خبروا الإسلام وانتموا إليه وتاقوا إلى واحته وباحته ورسالته السمحاء، يتصورون أنهم بهذه السلوكيات والجرأة على كتاب الله ورسالة نبي الإسلام ومليارات من المسلمين الذين يضعون على رأسهم هذا الكتاب السماوي، يتصورون أنهم يهزون مشاعر المسلمين ويستفزونهم ويخرجونهم عن طورهم، فتكون ردود الفعل غير مناسبة لما يتصورونه من حرية ببرودة أعصاب، لأنهم بصراحة لم يخسروا شيء، هم يعيشون من اللا شيء. هذه الحضارة المادية حينما تقارن بالأخلاق الإسلامية والأمن البشري والاجتماعي كثيرا ما يغبط المسلمون على ما هم عليه من مسيرة ومن خلق ومن حياة كريمة. إذن نقطة مفصلية، نحن بحاجة إلى أن نذكر هؤلاء بترك ما يسمى بصراع الحضارات. لا بد من الحوار وإعادة النظر بقوانينهم التي هي قوانين تدعو إلى الفتنة وتدعو إلى الفرقة، إن كانوا يتصورون أن الحرية والديمقراطية وهم دعاة التعايش السلمي وهم دعاة الحوار، فليثبتوا لنا باحترامهم وجعل فقرات تردع هؤلاء إن كانوا يتصورون أن أفرادا يجرؤون على ذلك وأن القانون يضمن لهم ذلك، فليوثقوا هذا دكتور لكي يعني يقولوا للمسلمين نحن كما تحترمون كتبنا ومعتقداتنا. وهذا من اللي يقولها أيضا نحن عندنا خطوات ذلك. يعني نتيجة هذا الفعل كانت هنالك خطوات عديدة. حضرتك فضيلة الشيخ تحدثت عن بيان دار الإفتاء، ولكل الشخصيات البارزة كانت هنالك تغريدات، لكل الجهات السياسية كانت هنالك بيانات، وقفات احتجاجية، تظاهرات، وكانت ردود أفعال بصراحة. يعني نتحدث عن هذه الخطوات التي اتخذت العديد من الدول أيضا ليس في مستوى العراق فحسب ضد الحكومة السويدية، يعني وقفات الاحتجاج ومذكرات الامتعاض، هل ستدفع ستوكهولم للتفكير مليا وجديا في تصحيح مسارها هذا، خصوصا مع غلاظة هذه الرسائل التي وردت في بريد السويد؟ المثل العربي يقول واللبيب بالإشارة يفهم. فكيف ببيانات صدرت ولا تعيها أذن واعية في السويد أو في مملكة السويد أو هم من مسؤولون في وزارات السويد؟ إذن على السويد أن تراجع نفسها وتراجع قراراتها، وليسوا هم فقط وإنما الغرب، وعندنا سلاح
السلاح الذي نستطيع أن نحارب بها هؤلاء، أن نقطع عنهم تصدير النفط. مجرى واحد، إجراء واحد فقط، إن قطعنا عنهم تصدير النفط ماذا سيحل بهم؟ وماذا ستصبح تلك الدول التي تعاني ما تعاني من نزول الثلوج والبرد القارص وهم بحاجة إلى الوقود؟ ماذا سيفعل؟ ماذا سيفعل بهم؟ أين مواقف العرب؟ يجب على العرب جميعا أن يتخذوا القرار اللازم ويتخذون القرارات التي تحمي مشاعر المسلمين. هو تحدى، لكن لا يتحدى الإسلام فقط، تحدى الإسلام وتحدى الديانة السماوية التي نزلت بكتاب الله تبارك، وتحدى مشاعر المسلمين وتحدى مشاعر الإنسانية كذلك. الآن هذا العمل المشين هو تحدى للإنسانية برمتها. من الذي يقول أن الإسلام إرهاب؟ لا يقول بهذا إلا من هو مجنون. الإسلام دين سلام وأمن وأمان، يا أيها الناس ادخلوا في السلم كافة. يقول ابن كثير رحمه الله ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كافة. دين الإسلام دين التسامح، دين الوسطية، دين الرحمة، دين الألفة. من الذي علم الناس وحدة الصف؟ من الذي علم الناس وحدة الكلمة غير الإسلام؟ هو الذي جعل هذا الأمر، وكذلك التطرف الموجود كما أسفت سابقا، التطرف الفكري الذي كان يحمله هذا الشخص، وهو شاذ فكريا وخلقيا وإنسانيا. طيب دكتور، في دقيقة لا تسمح، يعني فضيلة الشيخ يركز على قضية الإسلاموفوبيا، هل هذا الموضوع يذكي هذا المسار؟ وربما هذا الفعل يراد منه تشجيع قرابة ملياري مسلم على الانتقام وتكرار هذا الفعل، فضلا عن حوادث أخرى مشابهة نتحدث عنها. نعم، هذه الحالات طالما رخصت وكان الاستعداد لتنفيذها تحت حماية رسمية، إذن هو المقصود منه إثارة المسلمين وأخذ ردود الأفعال وتوسيعها، وبالتالي يقولون هؤلاء المسلمون في دواخلهم الإرهاب، وهم أصوليون وهم راديكاليون في تفكيرهم، وبالتالي عندما تكون ردود الأفعال غير محسوبة يضعون المسلمين في دائرة أنهم وقرآنهم كلهم يشجعون أو يميلون إلى الإرهاب، فيريدون منا أن نرى القرآن يحترق، ونحن نقول العوض على الله وهذه فعلتكم لا تؤثر وإلى آخره. إذن هم وفعلا اليوم كانوا يتحدثون عن ردود أفعال المسلمين وأنها غير لائقة ولا تستحق أن تكون نتيجة هذا الموقف، وكأنه كتاب مدرسي يحترق. أعتقد القضية مقصود منها إثارة الفتنة بين المسلمين وخروجهم بتصرفات قد تحسب على الإسلام. لكن لا بد من ضبط النفس والدعوة للحوار، وأن تكون الخطوات قانونية وقضائية منضبطة، وهناك ردود أفعال فعلا جاءت بهذا الاتجاه. الطلب من كل سفير في بلد إسلامي سويدي العودة إلى بلده، ومطالبة بمقاضاة قانونية مقاضاة هذا الشخص. كثير من الطلبات أخذت إطارا قانونيا وقضائيا، وأعتقد إحنا لابد من أن يكون هناك ضبط لحركة الشارع وعدم إحداث بلبلة، أو ربما يدفعونهم للتجاوز على بعض الأقليات، وإن لم يكن هذا محسوبا على دين لا مسيحيا ولا، وإنما هو ملحد شاذ مأجور خطط لفعله. إذن لابد أن تكون الخطوات رصينة، وأن نفوت عليهم الفرصة، وأن نبقى مرفوعي الرأس، لأن إسلامنا وإن كان يطالب بالتسامح لكنه لا يقبل الذلة ولا الهوان، فالإسلام في رفعة والمسلمين إن شاء الله في أقوى حال
اليوم. الدكتور صالح العلوي الباحث الإسلامي ضيفا كريما في الاستوديو ثريت الحوار، شكرا جزيلا لحضورك معنا. والضيف الكريم سماحة الشيخ عامر البيات المتحدث باسم دار الإفتاء العراقية، شكرا لهذه الإثراءات. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.